يا صباح الروقان والورد والياسمين عليك أيا كان مكانك في هذه الدنيا. الحلقة دي من سلفيديو بسجلها من مدينة أجادير بالمغرب، وهتبقى أسئلة إن شاء الله عن الحلقة اللي فاتت. فأنا مجمع بعض الأسئلة كده، فأنا خلوني أبدأ بسؤال. ويمكن أستاذة ياسمين محمد يعني ما شاء الله عليها عاملة يعني ممنهجة ومخططة وحاطة الأسئلة بطريقة يعني مرتبة، وفي نفس الوقت أسئلة دقيقة وعميقة. فأنا وعدتها وعد، قلت لها اسمحي لي هديكي المستوى الثاني من الكورسات اللي هو تطبيقات قانون الجذب على الأكاديمية، لأن لقيتها خدت المستوى الأول. وقلت لها إن أنا سأهديكي الإهداء ده في حلقة الفيديو، عشان الطريقة الرائعة اللي أنتي مرتبة بيها الأسئلة. وخلوني أبدأ بالأسئلة. أول هي مقسمة لكذا فقرة، فأنا هبدأ بأول فقرة. أول فقرة بتقول: الموضوع مهم جدا وكبير، لكنه أهم وأكبر من حلقة واحدة، ويحتاج مزيد من التعمق لأنه متشعب ومرتبط بمفاهيم تانية مهمة جدا زي الإرادة والمشيئة عشان تكتمل الصورة وتتضح. أولا عايز أقول لكم معلومة، لو ركزتوا هتلاقوني دايما بعملها كتير. مش عاوزك تكون متعود على إنسان ولا على مصدر بشري لأي معلومة، يعني انا مش مطالب ان انا اقول لك كل الموضوع بكل جوانبه زي ما عودوكوا للاسف في الموروث يعملوا كده، انه بيبرمجك ان هو بيدي لك كل حاجه من الاخر. انا ما بحبش الطريقه دي، لان الطريقه دي بتعود الانسان على التلقي والتلقين، ما بتعودوش على تفكير العقل، على تحريك العقل والتفكر والتدبر. هتلاقيني بقول الحاجه وارمي الحاجات التانية اسيبها مفتحه، عايزك تروح انت تدور وتبحث وتسمع من حد تاني وحد تالت. هتلاقيني مرة بقول موضوع امسك جزء اغطيه كويس واقوم رامي حاجتين تانيين وما اغطيهمش، ممكن ما اتكلمش فيهم او اسيبك تفكر والحلقة الجاية او مقالي الاسئلة وابدأ اناقشها. ليه؟ عايزك تفكر وتبحث. انا هتلاقيني دايما بحثك على تشغيل العقل، بحثك على انك تتدبر وتتفكر، مش انك تاخد كل حاجة وبالتالي يبقى انا بوقف لك مخك. حلو كده؟ فانا مش مطالب طبعا. رايك صح يا ياسمين، وفي اكتر من حاجه كمان، الاراده والمشيئه، في حاجه تانية كمان مهمه زي القضاء، ايه الفرق بين القضاء والقدر، وحاجه ثالثه كمان مهمه جدا 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 جدا، عارفين هي ايه؟ الابتلاء. الابتلاء كمان موضوع كبير ملخبط ناس كتير جدا، وانا وعدتكم ان شاء الله هعمل عنه حاجه مفصله وكبيره في حلقات ملفات بإذن الله. بس عايز أفكركم أو أنبهكم لشيء مهم قوي. معظم اللي هتلاقيه متلخبط من الحلقة اللي فاتت، متلخبط مش بيستند على آيات من كتاب ربنا، ولكنه متلخبط لأنه مستند على كلام بشري أو حاجات من التاريخ. فهتلاقي قصص التاريخ هي اللي ملخبطة له الفهم، مش كلام ربنا. وهتلاقي دايما الفهم اللي عنده عكس كلام ربنا، عكس آيتين مهمين جدا، أول آية أو 3 آيات عشان نكون أكثر دقة. أول آية: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. هتلاقي التفكير اللي في دماغك عكس الآية دي. آية تانية: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. آية تالتة: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وكان بيكلم فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. وبالتالي هتلاقي الموروث بقى او التاريخ او القصص بتعكس لك الكلام ده وبتدي لك عكس ده، وهو ده اللي كان ملخبط حياة الناس، ولهذا انا بنسفه بقوة. ويمكن لما هنتكلم بالتفصيل ان شاء الله ممكن اخصص حلقة عن سريعا كده معنى الارادة والمشيئة، عشان هي ملخبطة ناس كتير وفيها مفاجآت. يمكن عملت فيها حلقة زمان من حوالي 3 سنين كده في مع عزت ابو عوف وشفكي، بس طبعا او اس ان عشان حقوق الملكيه الفكريه شالوا الحلقه، فاتمسحت معظم حلقات القاهره اليوم من اليوتيوب. عندي تقريبا سنه ونص بالحلقات معظمهم متمسح، ان لم يكن كلهم، عشان حقوق الملكيه الفكريه. فهحاول ان شاء الله المواضيع دي اقولها بدقه مره ثانيه. ثانيا: لاحظت ان الفرق بين قادر وقدير يبدو انه محتاج اعاده نظر تاني من حضرتك، لأن إذا كانت قدير صيغة مبالغة من قادر، معنى كده أن صفات الله قابلة للزيادة والنقصان.
طب ازاي والمفروض ان صفات الله كاملة ومنزهة عن اي نقصان؟ طيب احتمال الفرق يكون بين قدر وقدير، ان قدر صفة مختصة بالاشياء المادية الخارجية مثلا، وقدير صفة مختصة بالاشياء النفسية الداخلية، زي عالم وعليم في الآية ان الله عالم وغيب السماوات والارض انه عليم بذات الصدور. طيب بصي يا ياسمين، هو بس الحتة دي من وجهة نظري ان انتي الموروث اللي في دماغك لخبط لك الدنيا شوية، لان قادر مش من اسماء الله. حلو كده، قادر ليس من اسماء الله، وانما قدير هي اللي اسم من اسماء الله، فقدير هي اللي ما ينفعش تنقص خلاص. وبالتالي حتة مهمة كمان بقى، قدير عندما توصف لإنسان معناها ان هو فيها صفات نقص لانه انسان. وبالتالي كلمة لما اقول انسان قدير مش معناه وصل لاعلى درجات القدرة، لكن القدير لأعلى حاجة هي دي الله فقط لا غير، الله القدير. حلو كده، النقطة المهمة اللي عاوزك تبقى عارفاها بقى، ان كلمة صيغة مبالغة ده مصطلح لغوي معناها، يعني هما بيسموه كده صفة وصيغة مبالغة، هو اسم لغوي بيتقال المبالغة في فعل الشيء يعني. وبالتالي ده مصطلح لغوي، مش معنى كده ان الصفة بتنقص او ما بتنقصش، زي بالظبط لما اقول غضب وغضبان، رحمة ورحمن. ف الله ليس من صفاته انه قادر، ولكن الصفة او الاسم اللي هو الاسماء الحسنى، الاسم الاعلى هو القدير، بيطلع منه بقى قادر، وبيطلع منه يقدر، وبيطلع منه الافعال، وبيطلع منه مقدار، وبيطلع منه كل التفاصيل دي. الانسان بقى لما يتصف بهذه الصفة قادر، او بيتصف باي صفة تانية زي عالم او عليم، برضو اسم الله ما اسموش العالم، الله سبحانه وتعالى اسمه العليم، ليس من اسمائه العالم. وبالتالي الله اسمه العليم، بيطلع منها بقى عالم، وبيطلع منها يعلم، وبيطلع منها يعلم. حلو كده، كل دي صفات قابلة للزيادة والنقصان لما تكون عند البشر، لكن الصفة الأعلى اللي لا تنقص هي العليم. ثالثا، هل لأن الأطفال قبل سن البلوغ لهم إرادة وليس لهم مشيئة، إن إحنا المسؤولين عن قدرهم لما بيحصل لهم قدر سلبي؟ ده معناه إنك لسه مش فاهمة يعني إيه مشيئة. طالما الإنسان قدر يحرك شيء مادي هي دي اسمها مشيئة، أتكلم فيها بالتفصيل لما أتكلم في موضوع الأرض والمشيئة، لأن الجن والشياطين ليس لهم مشيئة، وبالتالي ما يعرفوش يحركوا شيء مادي. الإرادة شيء داخلي، ولكن المشيئة تحويل الإرادة إلى شيء مادي ملموس، هشرحها بعدين، هعيدها تانية. الإرادة شيء داخلي، أنا أريد، واحد متكلمش بس يريد يتفسح، أوكي يا فرحتي، شاء يتفسح يبقى عملها وحولها لمادة. فالإنسان هو المخلوق الوحيد اللي ربنا اداله المشيئة، لكن الجن والشياطين ليس لهم مشيئة. يعني ممكن يبقى الشيطان عاوز يشاء يريد انك يخلي الانسان يموت مثلا وهو بيعمل حاجه غلط، بس ما يعرفش يموته، ولا كان وقف له الرئتين مثلا، او وقف له قصدي قلبه، ولا وقف له حاجه، لو كان عنده مشيئه كانت مصيبه. هتكلم فيها بالتفصيل لما نوصل، لما نفتح موضوع الاراده والمشيئه. رابعا، حضرتك خلطت بين قدر بتشديد الدال وقادر بفتح الدال في وما قدر الله حق قدره، مع ان معناها مختلف. مش فاهم يعني ايه، انا ايه الخلط كان فين بالظبط؟ انا لما بقول ان الانسان بيتكلم كلام سلبي على ربنا وبيقول حاجات سلبيه على ربنا، للاسف لم يقدر الله حق قدره، لم يعني قدر الله جواه ما كانش بالقدر المطلوب، ولم يقدر الله حق قدره، فمش عارف فين اللخبطه اللي حصلت، قدر غير قدر معايا. عشان كده يمكن وما قدر الله حق قدره، ان انا قدرت الله جوايا، يبقى يعني وعيي لمعنى الاله وقدره جوايا هو ده القدر اللي انا حطيته في نفسي عن الهي. يمكن في كورس اختراق المجال الطاقي هقول لكم حته مهمه قوي تعرفوها جدا، ان انت تقدر تعرف قدر الله سبحانه وتعالى في نفسك من النتائج اللي انت عايشها. فإن كانت النتائج اللي أنت عايشها فيها سلبيات، تعرف إن قدر الله عندك أقل بكتير مما تزعم أو بتقول بلسانك. كل ما قدر الله جواك عالي، كل ما النتائج المادية اتفتحت عليك من أوسع الأبواب. فأنا برضو لسه معرفتش فين شايفاني الخلط اللي حصل بين قدر وبين قدر.
لاحظت كمان ان حضرتك اتكلمت عن القدر الدنيوي فقط بدليل مثال الشخص الملحد اللي عامل مشروع بينفع بيه الناس، هيحصل له قدر ايجابي وهو اخد بأسباب واستحق النتيجة. طب وبعدين لغاية امتى؟ توفيق دنيوي بس، طب فين قدر الآخرة؟ بما اننا عايزين الاتنين، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. ماشي، ما انا كنت بتكلم عن الانسان اللي ربنا سبحانه وتعالى حط قانون، لما كنت بتكلم عن المكتوب وقلت ربنا قال واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، اهو قانون على الارض اهو. فانا قلت بقى لو واحد ملحد ماشي بسيستم بينفع فيه الناس، هيبقى في الارض الشركة بتاعته مستمرة، انه اخد بقانون النفع. فكنت بتكلم في حاجة عن الارض، خديت مثال اهو ملحد اهو والشركة ماشية ومستمرة وماشية زي الفل. لو واحد بقى بيعرف ربنا فاتح شركة عشان هو اللي يكسب فلوس وهو اللي يمص دم الناس، هيفلس وهتقف وهتقفل. فأنا كنت بتكلم عن حاجة ليها علاقة بالأرض، كنت بتكلم فيها ردا على سهام القدر والمثال بتاع سهام القدر. أهو مش واقف مش جنب ربنا أهو، ولكنه بياخد بالأسباب. كنت بشرح فيها الحتة دي على المستوى الدنيوي. وبرضه ما تقدريش تفتي في موضوع الآخر والأول، لأن ممكن من نسميه ملحد يكون هو من جواه بيعرف الله الحقيقي بس مش حاطط له اسم، ورافض المسميات المكذوبة اللي بتتقال في الإعلام. فهو شايف إن الله جواه حاجة أعلى بكتير يسميه بقى ذا سورس أو المصدر. دي حاجة بينه وبين ربه، ماليش أنا ولا أنت ولا أي مخلوق يتدخل فيها. حلو كده؟ وبالتالي برضو مش عشان هو مسميه الله ولا يعرف الله اللي إحنا عارفينه نقول ونحكم عليه إن في الآخر هيبقى ضايع. ممكن يبقى في الآخر أحلى 1000 مرة مننا لو هو بالفطرة بالحنيفية يعني واصل لمفهوم الإله بالطبيعة، لأنه سمع للأسف، لأن معظم الكلام يعني أذكر مرة عالمة قالت لي معلومة غريبة جدا، قالت لي معظم الآيات القرآنية اللي فيها كلمة خوف من الله أو خشية من الله مترجمة بالإنجليزي fear God، you have to fear God، fear يعني رعب. فالناس بتنفر، إيه يا عم اللي هيترعب منه ده؟ فتلاقيه بينفر عن الصورة دي ويقول لك لا، أنا عارف إن الخالق ده حاجة تانية وأرحم وأجمل من كل ده، فهو ماشي بالصورة دي. فمش كل من نسميه ملحد هو عند الله ملحد. سادسا، بمناسبة موضوع تقدير الأهداف وتحديدها بالتواريخ، عندي شهادة حق شهدتها بالفعل. هي عاملة كانت حاطة تاريخ يوم 25/9/2016، وتقول كنت حاطة هدف، ولما أخدت الكورس وطبقت المعلومات الحمد لله حصل هدف. ربنا يوفقك يا رب إن شاء الله. وزي ما وعدتك تاني، يعني انا بحب الناس اللي بتفكر وبتشغل عقلها وكنت تفكيرها مرتب وممنهج. ان شاء الله تقبلي مني كورس المستوى الثاني اللي هو تطبيقات قانون الجذب هديه لما ينزل على الاكاديميه. ابعتي لي مسج رد على المسج اللي انا بعتها لك. خليني بقى اشوف مثال سؤال تاني من ليلى مود ال ار، بيقول او بتقول دكتور، طب واللي بيموت بحادث بسبب واحد يقود كالمجنون أو طفل يغتصب، هنسمي ده إيه؟ قدر ومكتوب ولا هو سبب ده لنفسه؟ قدر ومكتوب لطفل ولا هو سبب ده لنفسه؟ أنا مش أنا اللي هرد، ويمكن التفسيرات هتكلم فيها بعدين، بس عايز أقول لكم معلومة مهمة أوي أوي أوي. من أكتر الحاجات الخطيرة اللي الشيطان بيعملها مع الناس ان لما يجي لك معلومة ليك المفروض انك تطبقها على نفسك وتبدأ تعيش بيها، فعشان الشيطان يشتتك يقول لك طب وفلان ليه حصل له كده، طب وعلان، يقوم شغلك بالتركيز على غيرك. فبدل ما يبقى عليكم انفسكم بتركز على غيرك فبتشت وبيضيع منك المعنى وفي الاخر ما بتطبقش. عشان كده حتة مهمة قوي، لما يجي لك حاجة زي كده من الشيطان انسى كلام الشيطان وخد باللي ربنا قاله في المكتوب اللي هو ايه، يا ايها الذين امنوا، اللي هو ما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم، هو ده اللي ربنا قاله اهو. وربنا قال ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك، هو ده اللي ربنا قاله، امشي بيها من غير ما تشغل الدماغ في التفسيرات اللي مش اللي بعيد عنك، لانك ما عشتش مع الشخص ده ما تعرفش هو بيعمل ايه ولا حياته عامله ازاي، فكلها افتراضات من عندك. احنا الان دي طبيعه شغلنا في السيكولوجي، وانا من سنين وانا كنت بتابع الموضوع ده لغايه ما اتاكدت ان كله بيحصل بالتفصيل وبالملي زي ما ربنا قاله. فبشرحها بالتفصيلات في كورسات متعمقه، لانها يعني فيها معلومات كتير صادمه شويه مش هينفع تتقال كده على الملأ.
يعني بقولها في منهجيه كده، وحتى مش كله بيتقال في المستويات الاولانيه، في المستوى الثالث او الرابع معلومات اخطر واعمق بكتير. هي زي منهج كده، ما ينفعش واحد وهو لسه بيتعلم الحساب اديله الجبر والهندسه والسالب والموجب، هيتلخبط له مخه اكتر معايا. فاول حاجه لما تاخد معلومه طالما متطابقه مع النص اللي مكتوب نفذها، حتى لو في اشياء تانية لسه مش واضحه عندك، نفذ على نفسك. حلو كده؟ طيب بدايه الشق الاول من سؤالك او من سؤالك، يعني واحد سايق مجنون وخبطني، ده يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه ربنا قال لي في اللي مكتوب اهو: يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. مش ده واحد ضل ومتهور ولا سكران؟ بيقول لي اهو لو مركز في نفسك وبتعمل اللي انا بقول لك عليه، والله ما حد ضال هيضرك. انا عارف ان الموروث ملخبط في الحته دي، يقول لك ان الله هيؤخر اللي ما اعرفش مين النصر للمؤمنين، اصلا طالما ما جاش النصر يبقى انت ما اسمكش مؤمن اصلا. فما تلخبطكوش الله يخليكم، هذه الكلمات السلبيه اللي مدمره حياه الناس للاسف. وهرجع اقول تاني ان معظم من اطلق هذه المعلومات الغلط في الموروث هم اللي كانوا بيتسجنوا او بيتقتلوا، فهو فهم الدين من مفهومه هو، لانه ازاي انا اكون صالح ما هو فاكر نفسه صالح وحياتي ملخبطه وحد سجنني؟ فبيبدا يفهم الدين بحالته، فيفكر بقى ان الله يؤخر النصر والله ما اعرفش ايه والكلام اللي ما انزل الله به من سلطان ده. لما ربنا يقول كان حقا علينا نصر المؤمنين، يبقى لو لم تنصر انت لسه مش مؤمن. لما ربنا يقول يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، يبقى لو اللي ضال ضرك يبقى انت ما اهتدتش. ده قانون، ده مكتوب وهو ده القدر. يبقى لما اللي ضال يضرني يبقى انا ما اقولش اني اتهديت ابدا. حلو كده؟ وابدا افكر، ويمكن معظم الكورسات بقى بالتفصيل زي الكورس اللي كنا عاملينه اللي هو اختار مجال طاقي بالتفصيل الممل في 11 12 ساعه، بنتكلم ازاي مستحيل شيء في الكون يضرك بقواعد علميه وقوانين خطيره جدا جدا جدا، بتتقال لي على يعني درجات منهجيه كده او بطريقه منهجيه في 10 12 ساعه. فالقاعده طالما اللي ضل ضرك يبقى انت ما كنتش ماشي صح، برضو انت المسؤول، برضو الايات حاصله: ما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم. اوعى حد يعكس لك ايات ربنا باي فهم تاني عشان ما يلخبطكش. موضوع الاطفال يمكن اللي اخذ قوه كلمه التفكير بتكلم فيه بالتفصيل وشرحه بطريقه معينه، وقال فيه نظريتين من نظريات، وفي نظريات اعمق بقولها في الكورسات المتقدمه عشان ما تشتتش نفسك. ركز في نفسك الان وما تشغلش نفسك باللي بيحصل للصغيرين. محمد مصطفى بيقول: طب الآية وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هل معناها إن لو أنا شئت لنفسي شيء سلبي مثلا أو أخذت بالقدر السلبي يبقى ربنا شئ ليا كده؟ أيوة، بصوا كده، وما تشاءون، عشان بس ما حدش بيفهمها بطريقة مختلفة. تخيلوا أنا بقول أنا مثلا صاحب البيت ده بتاعي، وبقول مش هتدخله إلا لما أنا أشاء. مش هتدخلوا، في 10 أشخاص واقفين برا، فأنا بقول لهم مش هتدخلوا البيت إلا لما أنا أشاء. حلو كده؟ وبعدين ناس جت بعد ساعة لقتهم في البيت، يبقى أنا إيه؟ شئت، ده طبيعي، ما هو مش هيدخل لما أنا أشاء، وأنت جيت لقيته دخل يبقى أنا شئت. فلما ربنا يقول وما تشاءون، يعني مش هتتكون جواك المشيئة أصلاً الا لو ربنا يشاء. حلو كده؟ يبقى لما انت تشاء ده معناه ايه؟ ان ربنا شاء. ما انت مستحيل تتكون جواك المشيئه الا لما ربنا يشاء. فطالما انت شئت يا جميل، ده اكبر دليل ان ربنا شاء. مستني ايه؟ فما حدش يتوهك وانطلق، لانك مستحيل كنت تشاء الا لما ربنا يشاء. خلاص؟ واكبر دليل ان ربنا شاء ان انت شئت، لان مشيئتك بتيجي بعديه، فانت مستحيل تشاء لما يكون هو شاء اصلا. فعشان كده طالما انت شئت انطلق. عشان كده بيقول لنا لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر، انطلق يلا. بعد كده بسم الله، انا مستعجل لان احنا المفروض مش عارف الساعه بص ما لقيتهاش، المفروض كمان دقائق هننزل نعمل جوله كده في اجادير مع الشباب، ممكن اطلع لايف بقى على الفيسبوك، بس اللايف هتشوفوه قبل الحلقه دي، الحلقه دي هتتذاع بعدين.
طيب مروة بتقول بالنسبة للراجل الملحد اللي حضرتك ضربت بيه المثال، لو انه عمل مشروع بينفع الناس وخد بأسباب القدر هيتوفق وهينجح. ماشي، طيب ده لا يتعارض مع انه ملحد وإلحاد، وده بيجمع ذنوب كتير تستلزم الاستغفار عشان طاقته تكون إيجابية ويجذب له كل شيء إيجابي في الحياة؟ لا مش شرط. الإلحاد شيء والشرك شيء تاني، الإلحاد شيء والكفر شيء تاني. في حمامة شكلها جميل جدا واقفة بيني وبينها متر، مش عارف لو أنا طارت وقفت على السور. اللي يعرف ربنا ويكفر بيه هو كده اسمه كافر، ده ذنب بيلخبط له الدنيا. لكن ملحد قد يكون ما يعرفش، قد يكون عنده معلومات غلط ويقول لك لا طبعا مستحيل يكون ده الإله معايا، لكن اللي يعرف الإله الحقيقي ويكفر بيه هو ده اللي كارثة. عشان كده انت ما تتدخلش في نيته، فهمت قصدي؟ فعشان كده انتبهوا للحتة دي، ان كلمة كفر معناها ان هو عارف الإله ومن جوه كافر بيه وبيعمل حاجات تانية مش منتبه ليها. حلو كده، فانتبهوا لان دي اللي بتلخبط حاجات كتير. عشان كده يمكن من ضمن الحاجات اللي ملخبطة الناس للأسف الموروث وعاملين بيها بلاوي، أنا بعتبرها كوارث، يعني لما ربنا بيقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ما قالش لقد كفر الذين يقولون، قالوا في الماضي، يعني الناس اللي قعدت وقامت قايلة ما تيجي نألف كده حاجة ونسمي ربنا نخليه ثلاثة، هم دول اللي كفروا، اللي طلع يقلدهم وما كفرش وما يعرفش أصلا، ما ينفعش أسميه كافر، هو بيقول لكن هو ما كفرش. اللي كفر هو اللي بدع البدعة وهو اللي فكر فيها وهو اللي طلعها في الأول، ده كان عارف وكفر. اللي طالع بيقلد ده باسمه بيتبع، ما ينفعش يبقى اسمه كافر وما يعرفش. فالكافر هو اللي عرف وكفر. الأسئلة راحت فين؟ كات بيتشو، إذا اختار الإنسان قدر خاطئ أي المقادير والمعايير التي يتبعها وصلته إلى هذا القدر الخاطئ، فماذا يفعل ليغيره وخاصة إذا كان متأخر؟ شفت أنت قلتي كذا جملة غلط جدا. أولا ما فيش حاجة اسمها قدر خاطئ، حلو كده، في حاجة اسمها قدر بيجيب نتيجة، ما فيش حاجة اسمها خاطئ. أنا شربت خمرة فالنتيجة بتاعتها سكر، ما اسمهاش خاطئ، ده اسمه قدر الخمرة سكر، ما اسموش قدر خاطئ، حلو كده. ولكن اي قدر انا عملته حصل لي نتيجه، ممكن اكون النتيجه دي انا مش عايزها، ماشي اسمها انا مش عايزها او مش هو ده اللي انا كنت ارغب فيه، لكن ما اسموش قدر خاطئ، كل الاقدار صحيحه. خلاص كده، يعني طالما انك شربت خمره سكرت اذا القدر صح وبيحصل اهو، لكن السكر حاله انت لا ترغب فيها بقى، ماشي. ده رقم واحد. رقم اتنين، طالما انا اخدت بقدر جاب نتيجة مش هي اللي أنا عايزها، خد بعكسه هيجيب النتيجة العكسية بمنتهى البساطة كده. حتى يمكن قايلها في مقولة للشباب من زمان، إن أردت أن يحدث لك قدرا لم يحدث لك من قبل خذ بأسباب لم تأخذ بها من قبل، أو اعكس اللي كنت بتعمله هيحصل لك عكس اللي أنت عايش فيه. وطبعا اعكس اللي كنت بتعمله على مستوى سعي النفس وسعي الجسد، وسعي النفس بنتكلم فيه بالتفصيل كورس قوة الكلمة والتفكير. آخر حاجة بقى أنت قلتيها مهمة قوي، قلتي وخصوصا لو كان متأخر. مفيش شيء متأخر، مفيش شيء متأخر نهائي. إن شاء الله لو عندك 90 سنة، أو لو عندك مش عارف كات، المفروض إنها قطة يعني مؤنث، بس ما علينا. حتى لو 90 سنة مفيش شيء متأخر، أول ما أبدأ آخد بعكس اللي كنت واخد بيه هتبدأ النتائج الإيجابية تحصل في أي وقت من حياتي أيا كان، ودي النعمة اللي ربنا مديها لنا. فانطلقوا ومحدش يخوفكم ولا يلخبطكم. حزن يا راجل ولا يا راجلة يا ست، حزن ليه بس؟ مش عارف لو ده اسمك انا اعتذر، بس انا مش عارف، يعني ربنا يا ربي يجعل كل ايامك سعادة مش حزن. يا الله الحمد لله اني وجدت من يساعدني في التفكير، فكنت افكر وانا صغيرة حسب من دن 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 دن. طيب السؤال بقى، أليس الإنسان لا يستطيع تحديد كيف يموت ولا يعلم بأي أرض سيموت فيها، ولا يستطيع أن يقدم ساعة أو يؤخر إذا جاء أجله؟
فكيف أطبق كلامك على هذه الجزئية؟ طيب بصي بقى، مبدئيا ما ينفعش تاخده، احنا اتفقنا وقلنا في الحلقة عايز افكركم بيها دايما، النص هو الدين، فهم الناس للنص مش دين. حلو كده؟ فانت بتقولي ان الانسان ما يعرفش هيموت ازاي. حلو كده؟ دي جملة مش صحيحة. مين قال ان محدش هيعرف انه هيموت ازاي؟ ما النهاردة لو برمي نفسي من العمارة انا عارف انا هموت ازاي دلوقتي، لو انا مسكت سكينة وعملت كده بمنتهى القوة لغاية ما قطعتها فانا عارف انا هموت ازاي، ولو لحقوني وطلعوا لي المستشفى وصحيت وعملتها تاني ما انا عارف انا هموت ازاي، لو جيت كهرباء وقمت حاطط صوابعي الاتنين فيها ما انا عارف انا هموت ازاي، لو شربت سم كبير ما انا عارف انا هموت ازاي. فمين قالك ان محدش يعرف انه هيموت ازاي؟ حلو كده؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، انت قلتي هو ربنا قال وما تدري نفس بأي أرض تموت، خلاص كده؟ فالمعنى أعمق بكتير جدا من الناس فاهمينه. ليه؟ لأن بمنتهى البساطة أي إنسان ما بيسافرش، ما عندوش جواز، ما عندوش، مش ناوي يسافر، ما مش ناوي يطلع من الدولة بتاعته، فهو عارف إنه هيموت في الأرض بتاعته، في مصر مثلا أو في السعودية، ما هو يدري أهو. بس المعنى مش كده، انتوا بتاخدوه بمعنى سطحي، المعنى اعمق كتير بس ما ينفعش تقال دلوقتي معايا، لان كلمه ارض في القران مش معناها الارض، كلمه ارض بعدين نتكلم فيها. ففعلا النفس بتتوفى وتتوفى وتتوفى كذا مره، لكن امتى المره اللي هتموت فيها مش هتعرف، في اي ارض يعني في اي جسم، بس بعدين نتكلم فيها. فاللي انا اقصده ان مش المعاني اللي موجوده في القران هي المعاني اللي احنا فاهمينها، لان لو جبنا اي حد بسيط، فلاح بسيط، ولا حد عامل بناء بسيط، ولا حد يعني كبير او عجوز وكبير في السن، وصل لسن كبير جدا 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 ونايم في السرير مش عارف هيموت في انهي ارض، ده بالمعنى اللي هم بياخدوه، لا عارف انه هيموت في البلد، في البلد بتاعته، وعارف انه هيموت في الدولة بتاعته، وعارف هيموت في انهي ارض اهو، ده بالمعنى اللي هم واخدينه. وبالتالي طالما خدوها قاعدة كده، طالما ربنا قال ولا تدري نفس بأي أرض تموت، يبقى مفيش مخلوق سيستثنى من هذه القاعدة. إذا الفهم اللي احنا فاهمينه عن الآية هو اللي غلط، ده يمكن بشرحه بعدين في كورس شفرة الكون، لأنه بتكلم بقى عن بعض المعلومات الخطيرة جدا، إزاي بقى نفهم الكلام ده إن شاء الله. فحتة مهمة تانية بقى، إن موضوع الموت، مين قال إن محدش يعرف يطول عمره ولا ينقص عمره؟ وركزوا عشان دي حته برضو خطيره جدا، يعني اتكلموا فيها كلام انا اعتبره خطا في الموروث، ان ربنا اتكلم العمر اصلا هو مؤجل. حلو كده؟ العمر مؤجل وربنا عارف هذا الاجل، فالله سبحانه وتعالى يعلم هذا الاجل، ولكن حاطط لنا قدر يخلي عمر يقصر لو انا اخدت بالقدر ده، وحاطط لنا قدر يخلي عمر يطول. ركزوا كويس قوي، حاطط لنا قدر يخلي عمري يقصر، وحاطط لنا قدر يخلي عمري يطول. مثلا قدر يخلي عمري يقصر زي المثال اللي عملته ورميت نفسي من الشباك، فانا بسرعه رميت نفسي، ما انا قصرت عمري اهو، اخدت حاجه من اللي اخدت ادوات غلط، ولا مخدرات ولا بلاوي زرقاء، ما انا قصرت عمري. عشان كده في ايه بتوضح الكلام ده، ربنا بيقول وما يعمر من معمر، طالما هو عمر يعني زاد عن عمره، ولا ينقص من عمره، يبقى عمره اهو فينقص يعني العمر نقص، ولا ينقص من عمره الا في كتاب. فربنا كاتب وحاطط قوانين، قوانين ناس هتعمل حاجات تنقص عمرها، وناس هتعمل حاجات تطول عمرها. طيب ده اللي ينقص عمره يتهور في القياده ويمشي غلط ويعمل حاجات خطيره جدا، عمال ينقص من عمره، يقوم مره واحده ميت، حتى بيسموها ميت ناقص عمر، نقص من عمره، ده بنص القران اهو، وربنا كاتب ايه الحاجات اللي ممكن لو الانسان عملها ينقص من عمره. وناس كتير جدا مش منتبهه، اللي بيقرا الكلام الديني صح هو اللي بيعرف المعلومه دي، اللي هي ازاي تطول في عمرك. هتلاقي في حديث نبوي واضح جدا بيقول صله الرحم تطيل العمر، واضح جدا. اتنين، لا يرد القدر الا الدعاء، ولا يزيد في العمر الا البر. حاجة مهمة جدا كمان، لو واحد عمل حادثة ولا مات مشوه ولا مات في كارثة،
صنائع المعروف، تقي مصارع السوق، معايا؟ واضحة زي الشمس اهي. لكن ما تجيش بقى، انتبه، عشان واحد يقول لي طب واللي اتقتل مثلا العلماء اللي اتقتلوا، لو واحد بقى نيته ان انا اموت شهيد وفي ذهنه ان الشهيد هو اللي بيموت مقتول، هيحصل له كده، لان هو ده تفسيره عن الشهيد. وطبعا كلمة شهيد متحرفة، انا اسف، ومتحرفة في الموروث بصورة سلبية، لان الشهيد هو من شهد وعود الله محققة في حياته وعيشها في النعيم. دي بتكلم بيها بالتفصيل في كورسات، بداية من الكورس الرابع والخامس واحنا طالعين، ازاي تشهد كلام الله محقق، انت صاحي وعايش مش مقتول. الموروث اقنع ناس ان الشهيد عن المقتول، في فرق بين شهيد، ده ربنا من اسمائه الشهيد، فيعني المقتول يعني. ففي تخريفات كتير مش عايز اتكلم فيها دلوقتي. فالشهيد هو الذي شهد، ربنا بيقول ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لو فتحنا عليهم بركات، يشهد هذه البركات. ربنا بيقول لا يضلكم من ضل اذا هديتم، الناس كلها بتطلع اشاعات عليه وعماله تتكلم عليه كلام سلبي وتطلع كلام مش صحيح، ومفيش مخلوق عارف يضره، وربنا بيفتحها عليه وبيزداد انتشار اكتر واكتر. ربنا بيقول وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض، فربنا فتح له الدنيا كلها ومنطلق وبيسافر في كل مكان، مستخلف بيعمل اللي هو عايزه في اي مكان في العالم. شهد هذا الكلام يبقى اسمه شهيد، مش اللي اتقتل. النقطة المهمة الثانية، ان في آية قرآنية بتقول ايه بقى؟ وقلت استغفروا ربكم يؤخركم الى اجل مسمى، يعني استغفار بيأخر، بدل ما موت قريب بيأخر لك هذا الاجل المسمى، فالاجل بيؤخر وبتعيش فترة طويلة. وخدها قاعدة كده، طالما ينفع تدعي بطول العمر إذا ينفع يزيد. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام دعا لبعض الصحابة بطول العمر وعمرهم طال. إذا ربنا حاطط أقدار لطول العمر وأقدار لقصر العمر. والمشكلة إن أنت ما تعرفش، مش عشان أنت ما درستش بقى وما عرفتش تقول إنها غلط. هكتفي بهذا القدر. والشباب هنا في أجدير برضو عملوا شوية حاجات حلوة بتاعتهم دي، وفي المفاجأة جابوا لي حاجة هتتفرجوا وهتستغربوا عليها. احنا قعدنا فترة طويلة، يعني مش عارف قعدنا 25 دقيقة تقريبا، فانا هاخد مقتطفات سريعة منها، لكن الفايل كله على بعضه هنزله لوحده، هتلاقوه على اليوتيوب ان شاء الله او على الفيسبوك. جعل الله كل ايامكم سعادة وروقان، اراكم بألف خير. احمد عمر. احنا الان في كورس اختراق المجال الطاقي بمناسبة هي اكادير ولا اجادير؟ لا زي ما تعرف. اللي بيقول اكا يرفع ايده، اجاه يرفع ايده، اجاه. طب حلو، خلاص خلاص، يبقى انا يبقى صح، اجادير. اوكي، يبقى انت تكتب بالكاف وتنطق يبقى بالقاف بقى، ما هو القاف خلاص. طيب يبقى هي اجادير، ده نطق بتاعها اجادير. هي بالانجليزي جي، كلمه امازيغيه، يعني ايه بقى؟ تعني حيطه، حصن، حصن. طيب ده كورس اختراق المجال الطاقي، واحنا لسه النهارده في اول دقائق من الكورس. فانا بحب في الكورس ده اعمل تعهد امام الجميع، وان شاء الله يعني انتوا هتحاسبوني عليه في الاخر. وكمان سمعت معلومه كده، ان في كميه اطباء وصيادله كتير حاضرين، صح كده؟ ايوه، الاطباء والصيادله ارفعوا ايديهم. لا 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 لا، ربنا يستر، نزلوا ايديكم. طيب ده بيخلي التحدي امتع على فكره. بالمناسبه هقول لكم معلومه بمليون دولار، الأطباء والصيادلة بكرة اللي هيركزوا فيها ممكن تعملوا أبحاث مذهلة في المجال بتاعكم إن شاء الله. طيب التحدي اللي هدخله معاكم، إن أنتوا إن شاء الله هتكتشفوا خلال ساعات الكورس ده مع آخر دقيقة فيه، إن أنتوا بتتولدوا ميلاد جديد تماما بإذن الله، وإن كم أفكار ملوثة قد تورثت في الماضي هيتم تلافيها، وهتحسوا مع ساعات الكورس حتى المشاعر والطاقة تكون في أعلى حالتها إن شاء الله، وهتكون بداية صفحة جديدة في حياتكم، وده تحدي إن شاء الله. ربنا يوفقك يا رب. يلا نبدأ، بسم الله. إحنا خلصنا دلوقتي اليوم أو الدقائق الأخيرة، طبعا طولنا برضو ما شاء الله في كورس اختراق المجال الطاقي، تقريبا بدل ما يبقى 10 ساعات بقى تقريبا 12 ساعة وشوية، حاجة زي كده. أنا وعدتك وعد، وعدت الحضور، وعد أول ما بدأنا الكورس، إن أنت هتكتشف، وده كان تحدي بيني وبينكم، إن أنت هتكتشف
كورسات بتدي مشاعر قوية جدا. انا دخلت النهارده امتحان الأخوة، لما تبدأ المواظب على التطبيق، التطبيق هو الأهم، ما تتخدعش بالحالة اللي أنت عليها. وكالعادة بقول في نوعين من التطبيق، في ناس لما تاخد معلومات بتطبقها لكي تتحول إلى واقع مزيد ومزيد من الواقع، وفي ناس ثانية لما تاخد معلومات بتطبقها وتحطها في الدولاب. فعايزك تكون الأول مش الطرف الآخر. حلو كده؟ ربنا يوفقك يا رب ويجعل كل أيامك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فعلا التوقعات كانت لا علاقة لها بما أخذته اليوم، فالله هو اللي يجزيك بعد. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. تفضلي. شكرا. شكرا جزيلا لدكتورنا. أنا فرحانة جدا لأننا استطعنا نحضره واستفدنا كثير من الحضور ديالنا في الدرس ديال. الإحساس ديالي هو أننا في الجنة كنا مشتتين، وحسيت بأن وقع لنا إن كونسونتراسيون، وسيرتو أن بحال استفتينا في بداية الصراط. حلو جدا. حنا قفنا تما اللي على حسب العمل ديالنا والتطبيق نقدروا نبقاو غاديين فيه. خليني أنا طبعا يا دوب شبه فهمت. فخليني أسألك، بتقولي كنا مشتتين وبدأت أحس إن الدنيا اتجمعت وبقيت خلاص مسكت الطريق وعرفت أنا رايحة فين، صح كده؟ طيب كويس، عشان أنا فهمت بالطاقة. مثل إلي شدينا في الخيط، بحال شدينا في الخيط. كأني مسكت الخيط خلاص بقى وبدأت أشد في الخيط. ربنا يوفقك يا رب ويجعل كل أيامك جنة. تفضلي. أول شيء نشكرك جزيل الشكر لحضورك معنا، مرحبا بك في المغرب. وأول شيء بغيت نقول أنه في الأول كنت أريد بداية حطيت هدفي لهذا العام، أني في نهاية العام سوف أجمع مبلغ حضور الدورات واستخراج جواز سفر وتسجيل في أي دورة ممكن أن تكون في أي مكان، سوف أبحث في أي مكان في أي دولة كنت سأحضر إليها. لكن طاقة الطاقة جبتك لعندنا أو في مدينتي. ربنا يخليك. ربنا يوفقك. ربنا يوفقك يا رب. أشكرك جزيل الشكر. في البداية الكورس اختراق المجال الطاقي كاسم عنده تفسير مختلف تماماً عن ما أخذنا في الدورة، لكن الدورة معمقة جداً وفهمنا أشياء كثيرة وزادت أجابتني على مجموعة من الأسئلة وهل من مزيد. ربنا يوفقك يا رب ويجعل كل أيامك جنات ونعيم على الدوام. تفضلي. شكرا دكتور جزيل الشكر. نتمنى الله يجازيك بالفردوس الاعلى. الله يطول عمرك يا رب. يعني انت كتعلم الصراط المستقيم، انا اظن ان اصحاب الصراط المستقيم اللي كيتعلموا هما اللي كيستحقوا انهم يدعوا بالدخول الى الفردوس الاعلى. انا كما كنقول للناس اللي عرفتهم بالدكتور عمارة، منهم الاساتذه الدكاتره اللي معنا كلكم اطباء ما شاء الله عليكم. أنا متحدثة باسم الأطباء. كاين جوج مرحلات في حياتي، مرحلة ما قبل اكتشاف دكتور عمارة هي مرحلة الجاهلية. والله مرحلة الجاهلية. كنا في مرحلة الكورسات الجاية إن شاء الله فتوحات الإسلامية العظمى. ونريد حاجة أخرى بالنسبة للأدعية، علمتنا الدعاء باليقين وأنا حصلت لي يعني معجزات. ربنا يوفقك ان شاء الله. زعما معجزات لا تصدق. طيب اهم حاجه بقى الاطباء ركزوا في الكلام اللي قلته لكم، عشان لو مشيت وراه هيحصل ابداع. عايز اسمع بقى كده كلام كبير. دكتور انا عندي رساله، عندي بحث علمي. حلو. لن اعلن عليه الان، ولكن الى ماشي ما غاديش نقول الى غادي نصطي ان شاء الله بعد ما استفدت من الدوره بدات في التطبيق. طب حلو ما شاء الله عليك. ما شاء الله دخلت المدارس. اي ان شاء الله باذن الله. ما شاء الله عليك. شحنت بالطاقه.
غادي يكون اول اعلان على البحث ديالي. غادي انا نقول متيقنه اللي غادي يحدث ثوره كبيره في العالم، غادي نفيد الناس كاملين، وإلى ان شاء الله من توصل ليه غادي يكون وعد عليا انني اعلن عليه من مؤسسه عمار. الله يخليك ربنا يوفقك يا رب. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله غادي يكون الاعلان من عندك، غادي تبنى ان شاء الله مؤسسه عمار ان شاء الله باذن الله، وعد عليا اللي غادي تبنى ان شاء الله باذن الله. الله يخليك، اشكرك ربنا يخليك يا رب، شكرا جزيلا جدا دكتورتنا العظيمه وكل الاطباء اللي حاضرين. انا بس مش انا معلش اعذروني دقيقه، انا اشكرك على طريقتي. ربنا يخليك يا رب. حاضر طيب حاضر، شكرا جزيلا، يا سلام على الروقان. شكرا جزيلا شكرا. خليني بس احطها هنا دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. عايز اقول لكم ان اوجه تطبيق المعلومات دي تشمل كل جوانب الحياه. كل انسان في المجال العلمي بتاعه، طبيب، صيدلي، دكتور، اسمه مهندس، كيميائي، اي مجال انت عايزه في العلم، في الفن، حتى في كل حاجه تقدر تفعل وتنطلق بمنتهى القوه. الشكر بتاعكم بقى ليا هو اني اشوف النتائج دي محققه عمليا الفتره الجايه ان شاء الله. الحمد لله. شكرا جزيلا وجعل الله كل خلاص كفايه كده. شكرا جزيلا وجعل الله. طيب عشان بس يلا ثانيه واحده، كوسه بقى واسطه، تفضل تفضل استاذ اسماعيل. حاضر. شكرا جزيلا دكتور احمد عماره. اللي بغيت نقول فقط كاين معنا مجموعه ديال الاطباء، حنا الجروب اللي جينا من الصوره كاين معنا كذلك اطباء، فبغيتهم يقتنعوا فكره واحده، هو انه لا يوجد شيء اسمه مرض مزمن، لانه انا كنت كنعاني من مرض مزمن الحمد لله قبل سنتين، يعني ما بقاش عندي. الوالد بيعطوني اوكولار ديال لا طونسيون اوكولار، طونسيون ديال العين. تعرفوا ان الاطباء شي حاجه اللي مستحيل ان الانسان يبرمجها يبقى طول حياته كيبقى تيستعمل قطرات ديال العين، وكاين معنا ناس هنا اللي كيستعملوهم، ما بغيتش نقولها لهم بيني وبينهم، بغيت نقولها قدام الناس كاملين، ما تيقوش بانه كاين مرض مزمن على وجه الارض، انما هذه واحد الحاجه اللي تبرمجنا عليها وقتنعنا بها. هذه من ناحيه، من ناحيه اخرى ان شاء الله قريبا ان شاء الله غادي تكون كذلك معجزه من مدينه الصويره، غادي تكون ان شاء الله ان شاء الله ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله في الجروح باذن الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله ويجعل. تفضلي. بس كلمة لكل اللي بيهاجم أي دورة قبل ما يدخل لها، فعلا أنا أتحدى أي إنسان كان عنده ولو ربع اللي شفناه اليوم، فاقت كل التوقعات وكل الأفكار اللي كانت ممكن، كل واحد جاب أفكار وبرؤى للدورة، فعلا 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 فاقت كل ما نتوقع. وكما وعدتنا في الأول أنه سيكون ميلاد جديد، اليوم ميلاد جديد، وزغلوت مني الكل الى الانه ميلاد جديد. شكرا شكرا. ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله. ربنا يوفقك يا رب دايما. انا طيب ماشي يلا عشان خاطرك تفضلي. شكرا الله يخليك. انا من 3 سنين باخذ دورات في التنميه الذاتيه من عند كورس من غير اسماء بقى خلاص. لا لا من غير اسماء، لا من مدربين فرنسيين، مدربين، بس عمري ما اشتغلت على الروح وعمري ما لقيت ارتياحي. كنت متزمتة كتير، كنت في بيئة دينية كتير متشددة، وحسيت ان في شيء نجاحي الحمد لله، انا استاذة جامعية الحمد لله، ولكن دائما كنت ابحث عن علاقتي مع الله سبحانه وتعالى فيها نقص. حبست الصلاة، قلت بلاش نكذب على ربنا، ما انا ماشي شغلي في الناس كي بونس كي فال، يعني يفكروا زي ما هم عاوزين. الحمد لله والله العلي العظيم، لا البارح اليوم يعني بشوف ربنا من البلطجي لربنا تبارك الله عليك، يعني اشكرك شكرا جزيلا. ربنا يوفقك يا رب. خلاص فكره عشان خطيبات كفايه كده، علشان في ناس عايزه تمشي. وانا قلت لكم بقى في حته كده هزودها لكم بروقان، هو انا معلش انا جالي كده خبر بيقول لي في مفاجآت، افتح الكاميرا عشان انا كده بقيت اخاف من مفاجآت كويس، يعني هم رقصوني هناك مش عارف ايه اللي هيحصل تاني. فانا
ايوه تفضل كمل تفضل. اذا نعطيو الكلمه مشارك في الدوره، مشارك في الدوره. اذا الصوره غادي من بعد ما نعطيو الكلمه مشارك في الدوره، جاءنا من مدينه مراكش اصر ان يشكر الدكتور بطريقته الخاصه، يتفضل مشكور. اذا مشارك في الدوره التدريبيه مشارك ربما سيشكر الدكتور بطريقته الخاصه، يتفضل. أيوة. مشكور. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا اهلا يا اهلا. ممكن شي واحد يصور الدكتور حين تخصك تكون حدا واحد يصورني واطلع هنا؟ طيب ممكن واحد يتبرع بلي يصورني واطلع هنا؟ ربنا يستر. بسم الله الرحمن الرحيم. تعملوا فيها ايه يا المغرب؟ لا يخفيني ولا حاجة. هم قالوا لي اوعى تروح المغرب هيسحروك. السلام عليكم. سعيد بتواجد تالي احنا.
نحتفل اليوم ونرحب بالدكتور ديالنا. اذا الى سمحتوا الان ربما يلقي تحيه للفرقه الفولكلوريه اللي شرفتنا كذلك بالحضور ديالها. اذا ما نساوش اننا غادي نشكرك وقت ما جيتي مرحبا بك بطبيعه الحال. اذا الان ربما غادي نمشيو يعني فوالا. اذا غادي اذا كان ممكن نعاودوا خلينا اطرانيمي يلا.